بنصبح على حضراتكم مرة تانية، وتعالوا مع بعض دلوقتي ناخد فكرة مفصلة عن أحوال الطقس النهاردة. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في انخفاض طفيف في درجات الحرارة. الطقس هيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون معتدل على كافة الأنحاء. كمان في نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد. في كمان شبورة على بعض الطرق صباحا المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. وخلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك استاذه هاله، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك. يمكن النهارده في تحسن طفيف في احوال الطقس، في انخفاض طفيف في درجات الحراره، ولكن في شبوره صباحيه، فياريت يعني تطلعينا على التفاصيل النهارده. بالفعل يمكن احنا اليوم الاجواء تستقر بشكل كبير مقارنه بالامس، لان احنا الكتل الهوائيه مصادرها تختلف. هتكون كتل هوائيه شماليه قادمه من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط، فبالتالي درجات الحراره تنخفض وتعود لمعدلاتها الطبيعيه لمثل هذا الوقت من العام، عظمى على القاهره الكبرى 34 درجه مئويه فتره النهار. فالاجواء فتره النهار هنحس فيها هي اجواء حاره على القاهره الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائله للحراره على السواحل الشماليه للبلاد، شديده الحراره على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. ده فترات النهار. فترات الليل ايضا هنحس ان حصل انخفاض في درجات الحراره، واجواء فتره الليل هتكون اجواء رفاهيه معتدله على اغلب الانحاء، خاصه ان احنا هيكون معانا نشاط نسبي للرياح، سرعات ما بين 30-35 كيلو متر على الساعه، وطبعا سرعات الرياح قلت مقارنه بالامس بشكل كبير، فبالتالي نشاط الرياح اللي هيكون موجود معانا في اغلب محافظات الجمهوريه هيساعد بشكل كبير فترات المساء وساعات الليل على احساسنا اكثر بالاجواء الربيعيه والاستقرار في الاحوال الجويه. كمان هيكون معانا فرص لسقوط الامطار الخفيفه واللي ممكن تكون رعديه احيانا على مناطق من حلايب وشلاتين جنوب سلاسل جبال البحر الاحمر. طب اسمحي لي يا دكتوره، حضرتك اتكلمتي عن رياح اللي هي النهارده اخف شويه واقل من امبارح، دي محملة بالأتربة ولا لا؟ رياح اليوم غير محملة بأي أتربة ورمال مطارة، لأنها جاية من على البحر المتوسط، فطبعا الكتل الهوائية شمالية فمش هتبقى محملة بأي أتربة ورمال مطارة. هيبقى بعض المناطق من جنوب الصعيد تأثر للأتربة والرمال المطارة، لكن هي جنوب الصعيد وإن شاء الله ما تأثرش تماما على رؤية أفقية، لكن بقية المناطق الشمالية الأجواء فيها مستقرة، ما فيش أي أتربة ورمال مطارة. زي ما قلنا في امطار في حلايب وشلاتين، لكن ايضا امطار خفيفه مش هتاثر تماما على اي اعمال انشطه يوميه. تتلاشى فرص سقوط الامطار من باقي مناطق الجمهوريه، بالاضافه كمان تتكون سبوره مائيه فتره الصباح الباكر، ويكون سبوره مائيه خفيفه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وما بتاثرش كمان على حركه المرور بشكل كبير. يعني الاجواء مستقره بشكل كبير في اغلب المحافظات، وده المتوقع ان شاء الله يكمل معانا حتى نهايه الاسبوع مطلع الاسبوع القادم ان شاء الله. الاجواء مستقره بشكل كبير، لكن هنخلي بالنا طبعا من فترات سطوع اشعه الشمس، لازم نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس فتره الظهيره، مهم ان احنا كمان نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل. يمكن مع نهايه الاسبوع متوقع ان يكون في ارتفاعات طفيفه في درجات الحراره، لكن الاجواء تظل اجواء مستقره باذن الله. يا رب يا تفضل مستقرة أطول فترة ممكنة. بنشكر حضرتك دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. تعالوا بقى مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. في القاهرة العظمى 34 والصغرى 22، نفس درجة الحرارة في العاصمة الإدارية 34-22، الإسكندرية 28-20، والعلمين الجديدة 27-20، مطروح 26-18، ودمياط 27-22، في بورسعيد 26-22، أما في الإسماعيلية 34 والصغرى 21، في السويس العظمى 35 والصغرى 22، أما في العريش 27-21، كاترين 28-15، وطابة 35-24، حلايب 33-28، وشلاتين 39 والصغرى 26، في شرم الشيخ العظمى 37 والصغرى 27، وفي الغردقة 38-27. نروح للفيوم، العظمى هناك 35 والصغرى 26، في بني سويف ايضا العظمى 35 والصغرى 26، الوادي الجديد 43-25، واسيوط 36-27،
في سوهاج العظمى 43 والصغرى 27 وفي قنا 43 28 الأقصر 44 28 وأسوان 44 28. خلصت نشرتنا الجوية المفصلة وهنرجع مرة تانية لمنة وشاذلي ونتابع أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة. عودة ليكم مرة تانية منا وشاذلي. شكرا لك يا هلا. شكرا.